السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم مصطفى البارودي كما العاده. اللي مازال ما ابونيش معنا يتابونا باش يوصلكم اي جديد. اليوم اخوتي كما العاده جبت لكم واحد الخبر اللي هو يعني خبر يعني كيهم المهاجرين في واحد الجريده اللي هي يساريه. وكما كتعرفوا بان الحزب الحاكم هنا في اسبانيا هو حزب يساري، وهذا يعني كيعبر على تقريبا على التوجه والمبادئ ديال اليساريين. وفي الحقيقه جاو هما كتعرفوا اليساريين كيدافعوا على دائما الطبقه العامله، وهذه الجريده ديالهم جات يعني كتحضر المهاجرين من يعني استغلال ولا هذا. المهم خوتي غادي نشوفوا شنو قال الجريده باش غادي نحاولوا نفهموا كاملين. غادي نشوفوا هاي الجريده الدياريو بوان اي اس يعني ديال اسبانيا اسكيردا. هذه هي الجريده خوتي، دابا نحط لكم ليام باش تدخلوا تطلعوا على الخبر بالمصدر ديالو. كما غادي نمشيو نشوفوا، ها هو عندي هنا ترجمو باش انا نقراوه كاملين، باش نقراوه كاملين. ها انتما الخوت، قالك استعمال المهاجرين غير متقين في الحقول حتى ينمو. يعني المهاجرين اللي ما عندهمش الوراق غير متقين، غادي عندهم دابا يعني بحال اللي المخزن والدولة طلق عليهم باش انهم يخدموا في الحقول في الفلاحة، لكن حتى لشهر يونيو، وبعد ذلك سيتم طردهم او اعتقالهم. يعني كما هاد الجريدة اليسارية كتقول بان راهم دابا يعني لانهم في نقص العاملة راهم طلقين للعمال المهاجرين اللي بلا اوراق انهم يخدموا، لكن بعد شهر يونيو غادي ترجع ديك الحمله اللي كانت ديال الطرد والاعتقالات. ستلغي الحكومه بشكل مؤقت وجزئي قانون الهجره لتسهيل العمل الرخيصه الى الريف الاسباني وضمان الامدادات الغذائيه، سيسمح بالعمل في مجال المهاجرين غير المتقين وطالبي اللجوء في ظل ظروف معينه ديال كورونا فيروس للسكان خلال الأزمة، وبمجرد تلبية احتياجات جمع الطعام وامتنانا لعملهم الأساسي سيعودون إلى صندوق الخروج غير الورقي، وبالتالي إلى بمجرد انتهاء الأزمة إمكانية طردهم أو اعتقالهم في بعض. يعني كما شفتو خوتي الخبر ديال يعني اللي قالته الجريدة، قالت بأن الوزاره يعني وزير ديال الفلاحه اللي غادي تذكر فيما بعد، انه يعني الحكومه سمحت دابا بحال ما بقاتش يعني غادي دير داك الحملات اللي كانت دايره على المهاجرين. دابا البوليس ما غاديش ولا يلقاوك في الكامبو، غادي تخدم في الكامبو بلا اوراق، ما غاديش يتسوقوا لك لانه ما في حاجه احتياجات جمع الطعام وامتنان للعمل. يعني باغين هما باش يجمعوا هاد الفلاحه وهذا، لان كما كتعرفوا راه عندهم فيها واحد العامله سدت السرجم في نقص واحد اليد العامله كبير. داكشي قالوا امتنان لعملهم يعني من بعد ما غادي يساليو هاد الازمه، ومن بعد ما تساليو هاد التيمبورادا ديال الفلاحه غادي ما غاديش يعطيوهم الاوراق يعني، وغادي امكانيه طردهم او اعتقالهم. يعني لان الحكومه ما عندهاش النيه دابا باش انها تصيب لهم الاوراق، يعني هي غادي تخدمهم سامحة ليهم، مش غادي تخدم المرأة حيدة الناس كتخرج باش تخدم. لكن من بعد ما غادي ترجع الجريدة كتقول إمكانية طردهم أو اعتقالهم. أوضح وزير الزراعة لويس بلاناس ذلك بوضوح شديد في المؤتمر الصحفي بعد مجلس الوزراء يوم الثلاثاء. ستسهل الحكومة توظيف المهاجرين غير الشرعيين بدون أوراق. يعني قال بان الحكومه غادي تسهل لهم باش انهم يخدموا، ماشي مشكل لمن هم على وشك رؤيه تصريحهم منتهي الصلاحيه. يعني اللي مازال التصريح ديالهم سالى او لا قرب يسالي، او طالب اللجوء الذين ليس لديهم تصريح عمل، او لا دوك اللي دافع اللجوء مازال ما خداوش التصريح. اللي كمل مزارعين مؤقتين على الاقل حتى 30 يونيو حزيران. لهذا ستنشر مرسوم بقانون سيجعل التوظيف للعمل الزراعي أكثر مرونة، ليس فقط للمهاجرين بدون أوراق ولكن أيضا للعاطلين عن العمل بشكل عام. والهدف من ذلك هو مواجهة النقص الهائل في العمالة الموجود حاليا في الريف الإسباني نتيجة الإغلاق الحدود بسبب الفيروس ديال كورونا.
كما قام الوزير بتشفير طلب رواد الأعمال الزراعيين بين يعني 75,000 حتى 88,000 من العمال الموسميين غير المشمولين. إنها أرقام كبيرة للغاية، يعني الجريدة كتقول لك الأرقام كبيرة للغاية، 75,000 حتى 80 اللي يعني عمال الموسميين كانوا كيخدموا في الوقت. على الرغم من أن التقديرات الأولى من الوزارة نفسها أشارت إلى ارتفاع الأحجام بين 100,000 حتى 150,000 عامل وعاملة يوميا مطلوبين، يعني اللي مطلوبة حاليا هي 100,000 حتى 150,000 عامل باش أنهم يخدموا الفلاحة. في الواقع تشير البيانات إلى أن القطاع الزراعي يوظف عادة حوالي 300,000، لكن البيانات ديال الزراعة ديال الفلاحة كتقول بأن 300,000 من الرجال والنساء الموسميين يعني اللي كيخدموا في الفلاحة، نصفهم تقريبا من العمالة الأجنبية، النص ديال 300,000 من العمالة الأجنبية يعني من المهاجرين. يعني كما قلت لكم في الخبر اللي قبل بأن المزارعين كيقولوا بأن الإسبان ما كيخدموش لهم في الفلاحة وكيطالبوا بالمهاجرين، وهذه معروفة بأن الفلاحة كيخدموا فيها أكثر من المهاجرين. وفقا لبيانات من وزارة الزراعة نفسها، اندلعت مشاكل نقص العمالة في 13 مارس عندما أغلق المغرب حدوده مع العالم الخارجي، مما منع خروج أكثر من 11,000 امرأة من أصل 17,000 يعني الذين تم حشدهم من أجل جمع من الفاكهة الحمراء يعني الفريزة في مقاطعة ويلفا. حدث الشيء نفسه مع الكتلة الكبيرة الأخرى من العمال المسلمين الذين يصلون إلى الزراعة الإسبانية في كل موسم، مثل البلغار والرومانيين الذين لم يتمكنوا من التحرك أيضا. كما قلت لكم خطو في فيديوهات بأن السابقين بأن إسبانيا في حال العادي ديالها كانت كتجيب من المغرب، هذا العام كانت طالبة 17,000، يعني كانوا جاو بحرس 6,000 وبقاو 11,000 يلاه كانوا غادي يجيو من بعد المغرب بسد الحدود ديالو، يعني غير هاد 11,000 هما ناقص. عرفت شنو هي 11,000؟ راه واحد العدد هائل اللي كانت جايه من المغرب ما بقاتش تجي. عاد تزيد سميتو هو قال لك عاوتاني كذلك اللي كانوا كيجيو من بلغاريا ومن رومانيا، يعني حتى هما ما غاديش يجيو، يعني كاين واحد النقص كبير كبير بزاف. لذلك لتسهيل توظيف العمال المهاجرين سيتم سن تصريح عمل خاص مخصص لن تتجاوز مدته من حيث المبدأ 30 يونيو المقبل. تسمح هذه المرونة بالآليات التعاقد التي لم ينص عليها التشريع حتى الآن. وهكذا على سبيل المثال سيتم السماح بالتنظيم المؤقت وتشجيعه على توظيف شباب مهاجرين من الحرس السابق تتراوح أعمارهم بين 18 و 21 عاما. يعني هذاك التصريح اللي كانت خرجت به الحكومة ولا ذاك القانون اللي قالت بأن غادي تعطي تصريح ديال العمل الناس المهاجرين الشباب اللي كانوا في السنترو خرجوا من السنترو عطاهم غير ورق بيضين، يعني راه قانوني لكن ما كانش عندهم الحق باش انهم يخدموا. دابا غادي يعطيهم تصريح ديال العمل لكن غير من 18 عام ل 21، غادي يعطيهم حتى 30 يونيو انهم ممكن يخدموا في الفلاحه، والذين سيكون لديهم عقد بينما ستستمر حالة الحاجة إلى العمل في القطاع الأساسي. يعني ولو هاد الناس هادو غتعطيهم غادي تبقى يعني الحاجة إلى العمل في القطاع. كان هناك حتى حديث عن إمكانية توظيف قاصرين في سن العمل، يعني قاصرين في سن العمل حيث يمكن 18 في سن العمل. تسمح التشريعات الإسبانية بذلك يعني 16 عام من سن 16 عام، يعني تسحب 16 عام غادي ممكن انهم يخدموهم. ومع ذلك في المسودة النهائي للوزارة تم تجاهل هذا الاحتمال ورفع الحد الادنى للسن 18 سنة، لان هنا يمكن السن ديال العمل هو 16 عام، لكن في المسودة اللي خرجت به الوزارة دارت غير من 18 ل 21، صحاب 16 ما يخدموش. كان يمكن ان تكون فضيحة كبرى لو تم تضمين امكانية توظيف مهاجرين قصار يعني القصيرين اقل من 18 عام. بالطبع حتى أكثر من كل هذا النشاط التشريع التنظيمي الاستثنائي اتضح لتسهيل توظيف المهاجرين بدون أوراق، يعني حتى المهاجرين بالأوراق راهم بحال عطاهم يعني تسهيل، يعني صافي غير سير تخدم هاد الوقيتة، والذين سيتم طردهم بعد ذلك في المؤخرة. يعني هاد الجريدة هادي أخوتي هانتوما ها هي هنا بالإسبانية، هانتوما باش يعني متقولوش راحنا جايبين الخبر، هانتوما هو الخبر هنايا ها حنايا دي سي سينو هنا نتوما خوتي طنطن
اكسبولسار فينا يعني. هذا هو اخوتي، هذه البارتي اللي رحنا فيها. نجم قال لك يعني فين كنا اي يعني هاد الناس هادو اللي دابا سمحوا لهم ديال المهاجرين غير الشرعيين، بانهم يعني قال لك والذين، الجريده الاسبانيه كتقول والذين سيتم طردهم بعد ذلك في المؤخره. لان قبل اخوتي ما تكون كورونا كانت واحد الحمله كبيره ديال الامن، كانوا كيشدوا المهاجرين غير الشرعيين يعني اللي ما عندهمش الاوراق وكيردوهم من البلدان ديالهم. لكن مع كورونا تسدات الحدود ودابا في نقص حاد العمل يعني كيخليهم يمشيو يخدموا. لكن الجريده كتقول والذين يعني من بعد ما غاديش، من بعد ما تسالي 30 يونيو تسالي هاد الازمه، والذين سيتم طردهم بعد ذلك في المؤخره، يعني غادي يطردوهم، يعني غادي يردوا الناس اللي ما عندهمش الاوراق، غادي ترجع عاوتاني ديك الحمله، غادي ترجع عاوتاني يعني ما يعقلوش عليهم من الاخر. لان القاصرين كانوا بلا شك مستغلين بشكل مفرط بدون ضمير، مستخدمين سنهم للدفع لاجورهم باسواق اقل بكثير من الحد الادنى للاجور المحدده في 950 اورو في كاتالونيا العام بالفعل. الحقيقه هي ان هناك سابقه لهذه النوايا، خاطبت جمعيه اصحاب العمل بلاتي خوتي لتقدم لهم اقتراح بتعديل قانوني مما يسمح بإمكانية توظيف القصار الأجانب غير المصحوبين، ما يسمى ميناس يعني مينوريس. كل هذا سرا لإضفاء مظهر أقل قابلية للعدوى ضمن برنامج تدريب مهني. لكننا جميعا نعرف الحيل التجارية لعقود التدريب مع الوظائف، سواء كانت رواتب ضعيفة أو لم يتم دفعها أبدا ولا يوجد تدريب فعلي أو غير موجود. يعني ديك اللعبة ديال ندربوك كذا، ولكن في ديك التدريب يعني الجريدة كتقول بأنها قد يكون واحد الاستغلال. عمالة رخيصة وغير مستقرة، هاد العمالة الرخيصة وغير مستقرة هي المهاجرين، يعني غير مستقر لأنهم ماشي ولاد البلاد، ورخيصة لأنهم يعني ترخيصة يعني العمالة تمر رخيص. يبدو واضحا أن فكرة الوزارة هي قتل عدة طيور بحجرة واحدة، من ناحية تمكين توريد السلع الضرورية لتجنب النقص في سوق المواد الغذائية وسلاسل القيمة الخاصة به دون التسبب في النقص والزيادات المفرطة في الأسعار في لحظة حرجة بالنظر إلى حالة الحبس العام، بينما من ناحية أخرى يمنح يدا لا تقدر بثمن الأرباب العمل الزراعيين الذين كانوا في حالة حرب في الآونة الأخيرة بسبب ضعف نسبة التكلفة الفائدة على وكلاء آخرين في القطاع، مما يوفر لهم عمالة ستكون رخيصة للغاية ومحفوفة بالمخاطر للغاية. يعني كما تقول في النص بأن يعني ديك اللعبة ديال ضرب حجر عصفورين بحجر واحد، من ناحية أنها غادي في هذا الوقت هذا يعني غادي توفر المواد الغذائيه في هذا الوقت هذا اللي يعني كان نقص في المواد الغذائيه وفي المواد الفلاحيه يعني في الخضار وهذا، وفي نفس الوقت يعني وفرت واحد اليد عامله اللي ما كتقدرش بثمن اللي الدول كامله كتقلب عليها. اسبانيا يعني عندها اليد العامله ماشي كافيه، لكن هما المهاجرين غير الشرعيين راهم يعني ممكن انهم يخرجوا يخدموا كما كتقول الجريده، بانهم يعني في هذه الوقيته غادي بالنسبه للدوله غادي تكون لها واحد الاستغلال مزيان. من الواضح ان معظم اولئك الذين تم تعيينهم سيكونون اقل من الحد الادنى للاجر، ولا يستطيع سوى الحد الاقصى من ذوي الخبره والمهنيه جمع الحد الادنى للاجر وهو 950 يورو. الحد الادنى خذ كما كنقولوا السميك هو 950 يورو، يعني تقريبا مليون. لو صرفتها بالمغربيه غادي تجيك مليون، هو الحد الادنى للاجر في الفلاحه. لكن ما غاديش يعطيوها لهاد الناس يعني كما كتقول الجريده. لهذا السبب وبسبب نقص العماله كما اشرنا، فان الحكومه ذهبت للبحث عن عمل بين المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في البلد لتسويه اوضاعهم مؤقتا، بالاضافه يعني تسويه اوضاعهم مؤقتا يا اخوتي لتسوية اوضاعهم مؤقتا، بالاضافة الى تمكين العاطلين عن العمل الذين يتلقون مزايا غير اشتراكية من الجمع بين هذا الدخل ودفع اجورهم. انا اخوتي قالوا تصحاب البارو الناس اللي بوراقيها ولا صبليون اللي كيشدوا داك الشمور، قالوا لهم الا رجعتوا خدمتوا في الفلاحة ما نقطعوش لكم الشمور، لان نورمالمون فاش كتكون خدام في الفلاحة كتكون كتاخد الشمور ومشيتي لقيتي خدمة وخدمتي صافي كتقطع لك الشمور لانه مبقيتيش عاطل.
لكن في هذه الحاله هذه قالوا لهم غير سيروا خدموا لنا في الفلاحه وما نقطعوش لكم الشومر، يعني غادي تجمعوا فلوس الفلاحه زائد فلوس ديال الشومر اللي هي البارو. نحاول اخوتي ظروف العمل العمل لهؤلاء المواجهين المقيمين دون اوراق والعاطلين عن العمل ترتكب في التوظيف الاجر. بيسوي مرة أخرى، بيسوي هو الحجب الحاكم ديال بيدرو سانشيز، أصبحت سياسة كره الأجانب والعنصرية والمعادلة الإنسانية فيما يتعلق بهجرة الحكومة الائتلافية لبيبي واضحة ومحددة تماما مرة أخرى. المهم خوتي ما نحاولش نطول عليكم، هو هذا كان الخبر يعني، وهذه السجون العنصرية الحقيقية للأجانب في الوقت نفسه. من الضروري فرض إغلاق فوري ونهائي للجميع وتعليق جميع عمليات الترحيل وقانون الأجانب. كما خوتي نشوفوا من هاد، نقرا لكم غير من هذه لان فيها واحد الجريده كتقول واحد هذا. من الضروري تشكيل لجان نقابيه للعمال على مستوى القاعده تنظيم نفسها لمواجهه الانتهاكات التي تحدث لهؤلاء العمال غير المستقره. يعني هاد الجريده كطالبه اليساريين هنا في اسبانيا كيطالبوا باش دار واحد النقابه للعمال باش يمشيو يدافعوا على هاد الناس هما المهاجرين. مطالبه بظروف عمل وامن لائق وكذلك لفرض تسوية جميع العمال بدون أوراق. هانتوما خوتي وكذلك هادو اليساريين أخوتي، وكذلك لفرض تسوية جميع العمال بدون أوراق، يعني باش يصيبوه المراقبين. يجب أن يتمتع كل من يعمل لإطعام السكان في هذه الأزمة الوحشية بالحق في الإقامة الدائمة دون شرط. يعني خوتي شوفوا حلك كلمة شحال واعرة. قالوا هاد اليساريين هنا في إسبانيا، هادو إسبانيا يساريين سياسيين، يقولون هاد الجريدة اللي كتمثل الحزب الحاكم أو اللي كتمثل الفكر ديال الحزب الحاكم كتقول بأن يجب أن يتمتع كل من يعمل لإطعام السكان، كاع الناس اللي خدامين دابا في الفلاحة في هاد الوقت اللي فيه الموت والمهاجرين كيخرجوا مساكن باش يجيبو لنا بطاطا ويعطوها للإسبانيين باش ياكلوا، هذا خصهم يتمتعوا بالإقامة الدائمة ماشي غير المؤقتة ديال العام، بالإقامة الدائمة لأنهم يعني كيخدموا في هاد الأزمة الوحشية بالحق في الإقامة الدائمة دون شروط بلا شرط في المنظور. ضمان ذلك بشكل دائم في الريف الإسباني يمكن أن يكون فقط نتيجة لفرض سيطرة العمال أنفسهم على الإنتاج وليس في أيدي الطفيليات الذين يلعبون بحياتهم بحثا عن الفوائد. يجب على أولئك الذين ينتجون ويتصدرون المعركة ضد الفيروس التاجي أن يكون صانع القرار حول كيفية إنتاجه، وهذه السجون العنصرية الحقيقية للأجانب. داك السجون خوتي اللي كيشدو فيها الأجانب في الوقت نفسه. من الضروري فرض إغلاق فوري ونهائي للجميع وتعليق جميع عملية الترحيل وقانون الأجانب. يعني هاد اليساريين كيطالبو حتى بداك الحمل اللي كيشدو بنادم كيرحلو للبلاد وكتوقف، لأن فعلا بانت بأن إسبانيا راها كتعتمد على المهاجرين، المهاجرين هما اللي هزين ليها الفلاحة وهزين ليها الأمن الغذائي. يعني هاد اليساريين الإسبان كيقولوا بأن خصنا نعترفو بهاد المهاجرين ونعطيهم مراقبة في هاد الوقت الحرج، لأنهم واحد الركيزة من ركائز ديال الاقتصاد الإسباني وركيزة من ركائز ديال الأمن الغذائي للإسبان، وهذا أمر جد جد مهم واعترفت به هاد الجريدة. كما شفتو خوتي هو الخبر، غادي نحط لكم ليان إن شاء الله. الجريدة كتقول كتحضر للمهاجرين اللي بلا أوراق باش أنهم يعني يخدموا في هاد الوقيتة، أولا غادي تستغلوا حتى الخونيو ومن بعد غادي يتم الطرد ديالهم أولا الترحيل ديالهم، الترحيل ولا الطرد او يعني الاعتقال ديالهم في السجون ديال المهاجرين. هانتوما خوتي هذا هو كان الخبر، انا غادي نلوح لكم ليان هانتوما. المهم الجريده كما شفتوا ها هي اسكيردا دياريو هي هذه خوتي. المهم تحياتي لكم، ما نطولش لكم، كان معكم اخوكم مصطفى البارودي. بارطاجيو معنا لتعم الفائده، جيمو كومونتير، اللي ما ابونيش تابونا فعل جرس باش يوصلك اي جديد. كان معكم اخوكم مصطفى البارودي، تحياتي لكم، مع السلامه.